العرض ساري حتى نفاذ الكمية. وين مسؤول التسويق؟ وش أنت كاتب؟ العرض ساري حتى نفاذ الكمية. نشاهد أحياناً هذه العبارة في الأسواق دون إدراك الخطأين فيها. أول الخطأين كلمة ساري، فهي اسم منقوص تحذف ياؤه إذا كان نكرة مرفوعة أو مجرورة، كما في العبارة السابقة حيث جاء نكرة مرفوعة فتحذف ياؤه وينون ما قبلها تنوين كسر، فنقول العرض سار. أما الخطأ الثاني فهو كلمة نفاذ، لأنها تعني مرور، وهذا يخالف معنى العبارة، فكأن معناها العرض سار حتى مرور الكمية. والصحيح أن نقول نفاد بالدال وليس بالذال، لأن نفاد تعني انتهاء، وبها يتحقق المعنى الصحيح للعبارة، فنقول العرض سار حتى نفاد الكمية. طيب، نفد العرض واشترينا الجهاز، ومرت الأيام وأردنا أن نتخلى عن الجهاز القديم لنشتري الجديد، فنرى هذه العبارة أحياناً: استبدل جهازك القديم بأجهزتنا الحديثة، وهذا خطأ. الصحيح تقديم المأخوذ على المتروك في حديثنا وليس العكس، فنقول استبدلت الجهاز الجديد بالجهاز القديم. نشوف في بعض المتاجر عبارة خصومات كبيرة أو خصم 50%، وجميعها خطأ، لأن الخصم في اللغة هو العدو، فالخصومات تعني العداوات. والصحيح أن نقول حسومات كبيرة أو حسم 50% أو تخفيضات كبيرة أو تخفيض 50%. وفي الآخر لا ننسى المثل الشعبي: من لا يخطئ لا يتعلم.